وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى ليلى عمر، شكرا لكما، وننتقل إلى أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 40، الصغرى 24، الإسكندرية 33 20، مطروح 25 18، بورسعيد 35 22، الإسماعيلية 40 24. ننتقل للسويس 38 24، العريش 40 21، طابة 36 24، شرم الشيخ 40 28، الغردقة 38 27. أما في الأقصر فالعظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43 27، الوادي الجديد 42 28، شلاتين 36 25، وأخيرا حلايب 33 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.